سيد عبد شكور، في أي إطار قرأت ردة فعل أو تصريح إن صح القول الخارجية التركية التي أدانت هذه العملية؟ أعتقد يعني علاقات أثيوبيا مع تركيا وتركيا مع أثيوبيا علاقات أيضا يعني متقدمة وتطورة، وهي قطعت شوط، وهي علاقات قديمة تتجاوز يعني دولة أثيوبيا وتركيا الحديثة تتجاوز يعني العشرات من السنوات حقيقة. وفي المرحلة الأخيرة هناك علاقات قوية جدا إيجابية اقتصادية وسياسية، وحتى تعاون أمني موجود. أعتقد يعني الموقف البيان التركي يأتي في ضمن تعاطيه مع القضايا التي يعني تريد تركيا أن تسمع فيها صوتها فيما يتعلق بالذات في القضايا. رأينا هذا الموقف في يعني في البورما روهينجيا، ونعرف الموقف التركي في الصومال والعديد من القضايا، ولتركيا اهتمام قوي جدا وكبير في القارة الأفريقية، وعلى علاقات تركيا مع القارة الأفريقية يعني متطورة جدا. فبالتالي أعتقد هو يأتي ضمن هذا الإطار، ونتمنى أن يكون هناك يعني مواقف إيجابية، يعني ليست مواقف محسوبة على طرف ضد طرف، لأنه يعني كلها مكونات في هذا المجتمع. فبالتالي يعني نتمنى أن يكون البيانات تأتي في إطار مواقف إيجابية لخلق أرضية للتعاون يعني لمصلحة الجميع. نعم سيد عبد الشكور حسن، الكاتب والباحث الإثيوبي، كنت معي في هذه الحلقة من برنامج مسلمون حول العالم. أشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا، وكل عام وأنتم بخير مرة أخرى. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نواصل، ابقوا معنا.